كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. اليوم قررت الأغلبية أنها تشكل لجنة داخل قبة البرلمان لتقييم المخطط المغرب الأخضر. يا سلام، هذه الأغلبية بغا دير تقييم المخطط المغرب الأخضر. هذا المخطط المغرب الأخضر اللي كان مخطط أسود على الشعب المغربي وعلى ساكنة المغرب، أن شفنا النتائج ديال هذا المخطط المغرب الأخضر هو الغلاء الفاحش ديال المنتوجات الفلاحية، نتيجة ديال أن هذا المخطط المغرب الأخضر كان لصالح تأمين الغذائي للدول الأوروبية والبعض الدول الإفريقية، جوعوا المغاربة واستنزفوا الفرشة المائية والآن الأغلبية والمعارضة تيتقاتفوا الاتهام سبب ديال الأزمة ديال الماء ما بين الأحرار وما بين تقدم الشراكية. إذن هذه اللجنة اللي بغى تشكل الأغلبية حق أريد به باطل، باش يموهوا النقاش على المخطط المغرب الأخضر ويحملوا إلا كانت شي نقاط سوداء الجهة معينة، وهذا شيء بعيد على تطلعات المغاربة. المغاربة الراهنية ديالهم والأمر اللي تهمهم هو أنه يتفتح تحقيق جنائي مع أخ النوش ومع كاتبة الدولة في الماء السابقة ومع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران وسعد الدين العثماني وجميع الأحزاب اللي كانت مساهمة في الحكومات المتعاقبة على المغرب، نتيجة ديال استنزاف الثروة المائية، وأن هاد الملاير اللي تخصات المخطط المغرب الأخضر فين مشات؟ استفدوا منها الكبار الفلاحين، استفدوا منها بعض الدول الأوروبية اللي تتصدر لها خيرة المنتوجات المغربية. المغاربة تياكلوا الديشي ديال ما تبقى لهاد الناس اللي ما قبلوش الأوروبيين وما قبلوش أفارقة، تياكلوا المغاربة، وهذه جريمة في حق المغاربة. إذن هذه اللجنة أريد بها باطل وتسفيه وتمويه هذا النقاش اللي كاين حول الماء، نزيف الماء، وحول المخطط المغرب الأخضر. إذن للأسف المغاربة ما عندهم معارضة هجينة، عندهم حكومة هجينة، عندهم أحزاب هجينة. أنا كما تنقول وغنعاود نجدد من المنبر ديالكم بأن الحل الوحيد للمغاربة هو الشارع. الشارع هو اللي يمكن يخلص المغاربة من هاد التالوت اللي طغى على المغاربة وجوعهم وتفهم أي حكومة عزيز أخنوش، لأن هاد الحكومة باش وصلوا للحكومة خسروا الملاير. إذن الآن تيستغلوا الفرصة، خصهم يرجعوا الأموال اللي خسروا عادي يجنيوا الأرباح ديال هاد التجربة الحكومية. وأكبر دليل هو الخبر ديال هاد الأيام القليلة الماضية أنهم غيدعموا المستوردين ديال الأكباش ب 500 درهم. إذن في العود ما يدعموا المواطن مباشرة، هما تيدعموا أصحابهم، لأن شكون اللي غيستورد هذيك الأكباش؟ غيستوردوها أخ النوش وأصحاب أخ النوش، وتنظن بأن المغرب غادي الباب المسدود.